السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي بالأزهر النموذجي، مرحب بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر صبري ياسين ودي قناة سبيشال يوث تيوب. في الحلقة دي إن شاء الله هراجع معاكم إجابات امتحان اللغة الإنجليزية في المستوى الرفيع، خليكم معايا. مرحبا بكم مرة تانية، لو دي أول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك. أولا تعالوا نبص مع بعض في الامتحان بتاعنا. أول سؤال بيقول supply the missing parts in the following dialogue. أحمد مام، أحمد بيقول لأمه I go to buy some sweets. قالت له yes you may. طالما قالت له yes you may يبقى أكيد السؤال كان بماي. طب لو كان مثلا قالت له يس يو كان، أكيد كان السؤال هيبقى برضو بكان، على حسب السؤال يكون الإجابة. بعد كده أحمد قال هاو كان أي جو، هاو كان أي جو. قالت له ليفت دونت تيرن رايت، يبقى هي قالت له بالظبط تيرن ليفت دونت تيرن رايت. قال لها يس مام، قالت له walk slowly don't the money. ممكن تكون قالت له don't lose the money، وممكن تكون قالت له كمان don't forget the money. دي تمشي ودي تمشي، الاثنين صح. فهو يقول لها don't worry mom don't worry. السؤال اللي بعد كده بيقول اللي هو سؤال الـ reading comprehension. read the following answer and read the following and answer the questions. القطعة بتقول my name is ريم، يعني اسمي ريم. I am 10 years old، يعني عندي 10 سنين. I am in grade 4، أنا في الصف الرابع. I love my school very much، أحب مدرستي جدا. There are، يعني يوجد، many school rules to follow، يوجد قواعد مدرسية كثيرة يجب اتباعها. إيه هي؟ I must be polite، يجب أن أكون مؤدب. I must throw litter in the bin، يجب أن أرمي القمامة في سلة المهملات. I mustn't write on the desk، يجب ألا أكتب على الديسك. I mustn't chew gum in class، يجب ألا أمضغ اللبان في الفصل. I mustn't touch the smart board، يجب ألا ألمس السبورة الذكية. Number one، how old is Reem؟ يبقى الإجابة هنا اهي I am 10 years old. هكتب هنا بقى ايه؟ she is 10 years old. she is 10 years old. بيقول لي where must Reem throw litter؟ أين يجب أن ترمي ريم القمامة؟ مكتوبة الإجابة هنا اهي in the bin، in the bin يعني في السلة. number 3 بيقول لي ريم is in grade 2 ولا 4 ولا 6؟ grade 4 يعني في الصف الرابع، يعني في سنة رابعة. number 4 ريم mustn't touch the نقط touch mustn't touch the desk ولا door ولا smart board. قال لي هنا mustn't touch، يجب ألا تلمس the smart board السبورة الذكية. نشوف الصفحة اللي بعدها. في السؤال اللي بعد كده قال لي choose the correct answer between brackets. number one there are these are my photos، these are my photos، look at them، انظر إليهم، لأن دول إيه؟ photos جمع، يبقى them. سؤال number 2 don't touching my things. الإجابة هتبقى don't touch. ليه touch؟ عشان don't بيجي بعدها مصدر الفعل، ومصدر الفعل هو الفعل بدون أي إضافات عليه، لكن touches فيها إضافة اللي هي ال es، و touching فيها إضافة اللي هي ال ing، و touched فيها إضافة اللي هي ال ed. فدول الأفعال كلهم فيهم إضافات ما عدا touch هي
مصدر الفعل. بعد كده نمبر 3 you shout in the classroom. You mustn't, يجب ألا تصيح في الفصل أو حجرة الفصل. نمبر 4 look your little brother Sue. Look after, يعني اعتني بأخيك الأصغر يا سو. وسو ده اسم إيه؟ اسم بنت. السؤال نمبر 4 read and match, اقرأ ووصل. I must throw litter in the bin, يجب أن أرمي القمامة في السلة. My teeth are clean, أسناني نظيفة. They are lazy, they aren't active, هم كسالى هم ليسوا نشيطين. نمبر 4 وآخر حاجة What must you do at home, ما الذي يجب أن تفعله في البيت. I must do my homework. نمبر 5 Unscramble, يعني أعد ترتيب الكلمات لكي تكون جملة. أول كلمة هتبدأ بيها هي الكلمة اللي تحتها خط, طيب اللي هو بيكون دايما الفاعل بتاع الجملة. You دعك ندور على الفعل بقى. You must keep your classroom tidy, يعني يجب أن تبقي أو تحفظ حجرة الفصل بتاعتك مرتبة أو منظمة. Number 2 the pupils, يعني التلاميذ, ما لهم. Must do, must do a their homework, يعني التلاميذ يجب أن يفعلوا واجبهم. Homework. Number 3 don't shout or don't play in the street, يعني لا تلعب في الشارع. Number 6 look at the pictures and write a paragraph of 4 sentences on the animals, اكتب 4 جمل على الانيمالز, عندك انيمالز كتير موجودة في الصورة. لو بصينا مثلا على الجيراف ممكن اقول the giraffe is tall, سهلة. ممكن اقول ايه كمان عندي turtle, بقى the turtle is slow, بطيئة. ممكن اشوف ايه كمان عندي عندي ممكن اشوف الاسد the acid, the lion is fast, الاسد سريع. ممكن اقول مثلا ايه كمان عندي hen, اقول مثلا I like chicken, انا احب الدجاج. طبعا في جمل كتير تنفع في حل السؤال ده. I can see some animals, زي I see animals at the zoo, كل ده اجابات تنفع, كل واحد يكتب على حسب اللي يجي في دماغه. اخر سؤال اللي هو سؤال punctuate, اول حرف في الجملة لازم يكون capital letter, بتكتبه وتشد تحت منه خط وتكتب he is وتكمل الجملة بتاعتك عادي, تيجي في الاخر تحط نقطة تحتها خطين. نمبر 2 واخر حاجة في الامتحان how can I help you, قلنا اول حرف في الجملة برضو لازم يكون capital وبتكمل how can وتكمل لحد في الاخر وتحط question mark عشان ده سؤال جملة استفهامية. وبكده نكون خلصنا الامتحان مع بعض, اتمنى اكون قدمت حلقة مفيدة. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بانك تضغط لايك,
تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس أهم حاجة عشان يوصلكم مني كل جديد بإذن الله. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.